في هذا السياق ديال مسار التنمية من بعد المؤتمر الوطني، واللي غادي اللي فيه يعني عدة يعني مواضيع اللي غادي تناقش فيما يخص التنمية ديال المنطقة الشرقية اللي عندها طبعا واحد الموقع جغرافي جد مهم جات في الحدود، وعندها يعني عدة مؤهلات بالنسبة للتنمية، ولكن كاينه إشكاليات كذلك. فكل يعني الحضور اللي هو تقريبا واحد 500 مشارك في هذا المؤتمر اللي فيه منتخبين وفيه برلمانيين وفيه كذلك يعني المناضلين ديال الحزب كيعبروا على الرأي ديالهم بالنسبة لتنزيل المشاريع التنموية في الجهة ديال الشرق. وطبعا هي مناسبة باش نفسروا العمل ديال الحكومة والبرامج والأوراش اللي غاديين فيها، وكيفاش يمكن الجهة الشرقية يكون عندها واحد الاستهداف عبر هذا التنسيق مع التدبير المحلي اللي فيه الجماعات وكذلك المجالس الإقليمية. وهي مناسبة كذلك في هذه الظرفية باش الحزب يأخذ واحد دينامية لمساندة الحكومة ومساندة كذلك النواب في هذا المسار ديال بلادنا اللي كان نعيشوا في واحد الظرفية جد صعبة اللي هي عالمية، ولكن الحمد لله بلادنا متحكمة في الأمور. ف يعني المعادلة التنموية والتنزيل ديال البرنامج الحكومي هو غادي بثبات إن شاء الله وتحت توجيهات السامية لسيدنا الله ينصره. والسيد رئيس الحكومة رجل قوي في هذه المرحلة، واللي كيقود الحكومة بواحد الطريقة جد يعني منسجمة ومنسقة، وكل الأوراش هي في طور التنزيل، واللي كما كانت الوعود يعني في والالتزامات في وقت الانتخابات احنا ماضيين في البرنامج ديال التنزيل، ولكن في نفس الوقت كندبروا الظرفية وهذه المرحلة اللي هي جد صعبة على العالم كله، ولكن بلادنا يعني المعادلة شدها بواحد الطريقة اللي هي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.